حقيقة الرسالة الأخيرة مثل ما تفضل الأخ وزير التجارة، أنا أعتقد بغض النظر عن رأي أو كلام وزير التجارة، أنا أعتقد ديوان المحاسبة بوجود سمو رئيس وزراء لا أعتقد عندهم مشكلة مع المسؤولين في الصندوق، ولكن واضح أن هناك خلل في الصندوق. عدم التعاون مع ديوان المحاسبة كما ورد في الرسالة، بعدم التعاون مع فريق ديوان المحاسبة وعدم إعطائهم معلومات وعدم تضمين ميزانياتهم، الملاحظات التي أوردتها صندوق ديوان المحاسبة بحد ذاتها تحتاج وقفة من وزير التجارة. لا يمكن أن نقبل أي جهة من الجهات لا تمد ديوان المحاسبة المعلومات الكافية، لأن تتم المحاسبة والرقابة من خلال المعلومات الصحيحة والدقيقة. إذا أي جهة ما تعطي لديوان المحاسبة هذه المعلومات، فبالتالي هذه الجهة مقصرة في عملها. فديوان المحاسبة يشتكي أن الصندوق لا يعطي المعلومات ولا يتعاون معه، وبالتالي أدى إلى انسحاب فريق ديوان المحاسبة من الاجتماع، وهذا أنا أعتقد استياء واضح من إدارة الصندوق. أنا أعتقد أن الأوان لمثل هذه الجهات اللي لا تتعاون مباشرة مع الديوان، أنا أعتقد المسؤولية إقالة من يدير هذا الصندوق، بحيث يكون عبرة للآخرين، عبرة للهيئات الأخرى اللي لربما من خلال هذا الموقف هم يأخذون نفس الموقف، يقولون والله احنا ما نعطي، ما نتعاون، ما نعطي معلومات، ديوان المحاسبة ما يسوون شيء، مجلس الأمة ما يتكلمون، وبالتالي هذه العدوى السلبية تنتقل من هيئة إلى هيئة إلى هيئة أخرى، وبالتالي تكون نمط عام في كل هيئات البلد. ولذلك عدم تعاون مع ديوان المحاسبة، عدم حضور لجنة الميزانيات، وعدم الرد وعدم الاعتذار كذلك بالحضور، هذا بحد ذاته أنا أعتقد يتطلب إعفاء مسؤول الصندوق عن مهامه، بحيث يكون عبرة للآخرين.